اكو واحد غشيم خطيه ما عنده قابليه انه يسوي علاقه وكذا، فاصدقائه دمروا من وراء هذا صار النصبه مالتهم. اي خطيه كلش على المقلوب تراسك تزوج زين ما صار زين يا ابي هذا، فصارت العلاقه زين حبله واحده وكذا ما ادري شنو، قام يطلعون ويطبون وما ادري شنو. بعيد ميلاده حبيبته جابت له ببغاء، ببغاء يحكي ومن هذا المعدل، اخذها ويا للبيت. ثاني يوم خابرته حبيبته، الو حبيبتي عن حبيبي العفو شلون الببغاء وياك؟ يلا حرام طعمه طعم الدجاج. زين يا رومانسيتك حلوه يا رومانسيتك. نمله ومطي سووا جريمه سجنوهم، فرادوا ينهزمون. قالوا يعني واحد اقترح اقتراح، قال اصغر واحد هو يروح يجيب المفتاح ويجي من هو فنك منه المطي ايش ما ادري انا كنت وياهم مو كنت وياهم هذا راي النمله انا لا انا التنهزم هاي عجوز بالمتهومه في يم القاضي، فقال قالت له ما كانت لاني، واصلا شوفوا شو وقت يعني المقتول وشو وقت قالها سكتي، كل المواصفات بالتحقيق تنطبق عليك. قالت له ما كانت له شنو قال اول المواصفات رشيقه حلوه تخبلين. قالت له انا ما كنت ناوي اقتله يعني هيك بس دفعت على طار المحكمه. على طار المحكمه واحد قال له ليش دعمته؟ قال له سيدي دقيت له هورن ما وخر، علقت له رماش ما وخر، طلعت راسي من الجامعه وصحت بالك ما وخر. قال لي ليش ما وخرت؟ قال له وين هو اللي غير قاعد بالمحل؟ جبناها على المحاكم امير. اكو دعوه فالشاهد بنيه قصيره قزومه جت للقاضي فديه القزومه اي باوح القاضي قال لها شو اسمك؟ قالت له بكل اصرار نخله. قال لها طلع برا بدينا بتكذب. قال واحد قبل رمضان بيوم قال مرته قال قاعدين بالسحور السحر، قالت له شنو هالكذب هذا؟ انت يا سنه صايم، قال هسه صوم منصوم من السحر يعني شلون؟ سود علي هاي 24 ساعه خلى مكياج حتى بالبيت. فذاك اليوم طلعت ركض بدون مكياج مستعجله، شافتها ما قالت له جبار فدوه جيب لنا بلف صمون. حلوه حلوه هذا يقول واحد راح للمطعم لا لا مو للمطعم مجوع ليش للمطعم قل لنا راح هسه ايش رايك ساد نكته شرح لا اخوي واحد قال من قال الواحد قال من طلع قال من قال له تراقب لي هذا المتهم روح وراه ضابط يقول هذا قال له تراقب لي خابره قال له سيدي ترى دخل بالمطعم قال بارك الله بك قال له انت قال له انا دخلت وياه قال له سيدي ترى طلب دجاج وانا طلبت فلافل قال له ليش قال له حتى ما يعرف مع كل زين طلع قال له سيدي ترى شرب بيبسي وانا شرب الشاي قال له ليش قال له حتى ما يعرفني ولا ربع ساعه خابر قال له سيدي طلع سيارات البصره وانا حتى سيارات كركوك قال له ليش قال له حتى ما يعرفني